زين عابدين أستاذ الفيزياء الطبية بجامعة سطيف يواصل مهمته عن بعد عبر المنصات المتاحة لفائدة طلبته بهدف تدارك ما تأخر من الدروس إثر الحجر المنزلي. Donc comme moi je peux donc donner les cours et ils peuvent partager mon écran et suivre donc directement le cours. Moi aussi je peux leur demander des travaux, ils peuvent les exposer donc en binôme ou bien en trinôme et je peux aussi donc les évaluer directement donc sur écran parce que moi aussi je peux partager leur écran. Et donc je peux aussi par exemple assurer un TD. Donc ça dépend de quel TD. S'ils demandent beaucoup de maths donc de formules, on peut utiliser un petit tableau derrière, d'accord. Donc c'est ce que je fais avec ma chargée TD et donc ça marche. ومن أجل تفادي انقطاع الطالب عن الجامعة، توفر مواقع الكليات العديد من الدروس وبمختلف الصيغ لتمكين الطلبة من تحميلها مباشرة لإتاحة فرصة الاستفادة للجميع. قمنا بعملية تدريس عبر الخط عبر ثلاث منصات. المنصة الأولى هي المنصة المعتادة عندنا وهي منصة مودل، وكذلك ويبينار، وتعدينا بعد ذلك إلى بلاتفورم زوم. الطالب ما يقدرش يريح بعيد عن الجامعة، فهو موجود داخل الجامعة بصح في البيت تاعو عبر الدروس اللي تلقاها عبر الخط إلى آخره. وفيه يعني تجاوب كبير، يعني باسكو يا سي دي بلاتفورم، منها لا بلاتفورم زوم، يعني يا اون انتركتيفيتي. التدريس عن بعد قد يحول دون القيام بالأعمال التطبيقية في المخبر، لكن على الأقل يضمن الحد الأدنى من اكتساب المعارف في ظل هذه الظروف الاستثنائية.